دنيا بقمة تصدم الجمهور بتغير شامل في ملامحها. أثارت المطربة المغربية دنيا بقمة حالة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملامح جديدة كليا في أحدث مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام الذي يتابعها فيه نحو 10 ملايين شخص. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور الجديدة للفنانة المغربية التي ظهرت فيها بإطلالة سوداء حيث ارتدت جلابة. وتباينت ردود فعل المتابعي بقمة على الإطلالة الجديدة، فبينما أشاد بعضهم بها، رأى آخرون أنها لم تناسبها على الإطلاق، لا سيما وأن ما اعتمدته من تغييرات أظهرتها بشخصية مختلفة تماماً عمن كانت عليه من قبل. وانطلقت تشبيهات المتابعين، فمنهم من قال إنها نسخة من الممثلة اللبنانية نادين نوسي بن جيم، وآخرون رأوا أنها تشبه الكويتية أمل العوبي، فيما أشار بعضهم إلى أن ملامحها قريبة لملامح نجم تلفزي الواقع الأمريكية كيم كارداشيان. ولم يفوت الجمهور الصور الجديدة للفنانة المغربية البالغة من العمر 32 عاماً للسخرية منها، مرجحين أنها تتعمد تغيير وجهها لتصدر وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر. ويبدو أن الجمهور لا ينسى نصائح النجمات فيما يتعلق بالسر وراء حفاظهن على جمال ملامح وجوههن، ومن ضمنها شرب الماء والنوم مبكراً، إذ استخدمها بعضهم بتعليقه على سبب تغير ملامح دنيا بقمة بتشرب مي وبتنام بكي. وفي وقت سابق أطلت دنيا بقمة على جمهورها بملامح غريبة، حيث خضعت لحشوات فيلر جعلت ذقنها على شكل مثلث حاد الزاوية. أنذا سخر المتابعون من ملامحها، حيث قالوا إن وجهها أصبح أشبه باء المثلث.